بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحرامي حرامي ولو وضع في قفص من ذهب ما في فائدة. حرامية قطاع طرق مختصبين هذا في دمهم سبحان الله. قلتها لكم ولا زلت أقولها وإلى الأبد راح أقولها، اللي حط يده في يد الصهاينة لابد وأن يده تحترق، لابد وأن يده تحترق عاجلاً أم آجلاً. إخواني الكرام، أنا اسمحوا لي تأخرت عن هذا الموضوع، والله كنت ناوي أتكلم في نفس اليوم، ولكن أنتم عارفين وفاة الملكة ويعني الأحداث الساخنة اللي قاعد تحصل، فللأسف تأخرت أني أنا أتكلم في هذه الفضيحة اللي حصلت في مكتب الاتصال بما يسمى الإسرائيلي الموجود في الرباط في المغرب. نعم، وطبعا بطل هذه الفضيحة سفير إسرائيل السابق في مصر. إخواني الكرام، نسيت اسمه ديفيد ما ديفيد، عموما هذا تم استدعائه من قبل، والمشكلة إن الصهاينة أنفسهم، أنا أقول لكم دائما هم من يفضح أنفسهم، هم يفضحون بعض، يعني مشهورين بالاغتصاب وبالسرقة. طبعا كلكم تعرفون فضايح يعني فنادق دبي، حتى الفوط باقوها، حتى فضيحة الفريق الصهيوني اللي ما أدري في أي بطولة، أتذكر أيضا تكلمت اللي يقول لك كسروا الغرفة وكسروا السرير، ناس مشاغبين، ناس راعيين مشاكل في كل مكان. إيدي كوين وينك؟ أعطيك استشوار هدية ولا لا؟ وين هذا ديفيد اللي اسمه ديفيد سفيركم بواك حرامي؟ يقول لكم هذا السفير اللي هو حطوه رئيس لهذا المكتب، مكتب الاتصال، سرق هدايا بعثها ملك المغرب للبعثة الصهيونية، بعثها وطبعا راحت، يقول لكم سووا جرد وحصر، هاي يقول لك وين راح هدايا قيمة، يقول لكم هدايا قيمة. لا انا طبعا انا الهدايا اللي يعطيني ملك المغرب شباكية الصهاينة، لا يبا انا يعطيني شباكية، هو لا، الصهاينة ياخذون اكيد هدايا بمئات الالاف من الدولارات، يعني الصهاينة غاليين، انا شباكية. المهم اعزائي المشاهدين، فيقول لكم تم جرد ووضع عمل تحقيق بسبب هذا الحرامي، حرامية يقول لكم البعثة الدبلوماسية كلهم سيتم التحقيق وياهم، بيقول لكم في نقص في كثير من الهدايا اللي بعثها ملك المغرب لهم. كذلك مش هذا الموضوع الخطير إخواني الكرام، إن تم فضح تحرشات جنسية للأسف بمواطنات مغربيات. هذا فعلا الموضوع اللي حزف النفس، اللي فعلا يزعلك، ان الانسانة المسلمة يتم التحرش بها من قبل الخنازير والاوباش. فعلا صراحة موضوع خطير خطير خطير، لابد ان حكومة المغرب واهل المغرب ما يسكتون عن هالفضيحة، لابد هذا السافل ياخذ يعني جزاءه أشد الجزاء. وأنا أعتقد لا يوجد عقاب، يعني أنا ما أشوف عقاب صراحة راح يشفي غليلي أنا كإنسان مسلم، لأن هالمغربيات يعني خواتي في الإسلام، أنا لن يشفي غليلي إلا أن تمزق هذه المعاهدة ويتم طردهم كلهم أهل أنجاز هذول. والله يا إخواني الكرام، ترى الشرف غالي إلا الشرف يا ناس. وبعدين أنا أيضا من الكلام اللي أنا سمعته، يا ريت أهلنا في المغرب يكتبون تحت، من الكلام اللي أنا سمعته إن للأسف إن في بعضهم من المغربيات موظفات، وأرجوكم صححوا لي إذا أنا غلطان، موظفات في مكتب الاتصال، وفي بعضهم لا مقدمين على وظيفة فهو استغلهم ويبي يتحرش فيهم، قاتله الله هذا الخنزير النجس. فهنا أنا أسأل سؤال، معقولة أنت كإنسانة مسلمة ترضينك أنت تشتغلين عند الصهاينة؟ والله مهما كانت الحاجة، والله مهما كان الفقر، مهما كان الفقر والحاجة، أنت مسلمة لا تسمحين لنفسك
ورسالة للشعب المغربي، كيف تسمحوا لمغربية ولا حتى مغربي رجل انه يشتغل عند الصهاينة ويكون موظف عندهم؟ حرام هذا شرعا، حرام شرعا العمل وخدمة هالانجاز، حرام شرعا، لان هذول مغتصبين. نعم هذول مغتصبين. في واحد يقول لي انا ممكن مسلم وعايش في نيويورك وشغال في محل يملكه يهودي وما ادري ايش، هذا ما في مشكلة. اذا هذا اليهودي اللي يملكه في نيويورك في المانيا شغل حلال وهذا انسان مسالم، ما عندنا مشكلة. لكن في فرق ما بين يكون واحد مسالم، وفي فرق ما بين انسان مغتصب لبلادك ويحارب دينك. ها عشان تعرفون دينكم اخواني الكرام، هذول مغتصبين لأرض فلسطين ويحاربون الإسلام، فلا ما تحط يدك في يده، ولا يجوز شرعا أنت يا مغربي أو يا مغربية أن تروحون وتقدمون وظيفة عند هذول. حشوم عليكم صراحة، حشوم عليكم، ما يجوز شرعا. فأنا والله من كل قلبي وبحبي الشديد لأهل المغرب، لا تسكتون عن هذا الموضوع، لا تسكتون. سرقة ما سرقة، هم عندهم يعني هدايا وسرقوها، كيفهم أحرار خلاص، هذه هدية طلعت من خاطر الملك وراحت للصهاينة، هم سرقوها هم سلموها، احنا ما لنا خص، وهذا موضوع مش ضروري ولا يهمنا. لكن المهم في الموضوع ايش؟ شرف وعرض خواتنا اللي تم التحرش فيهم، لابد ان احنا ناخذ حقهم ونعاقبه ونضرب بيد من نار وحديد على هالانجاز. هذه رسالة حبيت انا اوصلها، وانا اقول لكم اهلنا في المغرب والعياذ بالله، أنا والله لا أريد لكم الشر، لكن أكرر لكم الكلمة ولا تزعلون علي، أي إنسان يحط يده مع هذول لابد أن يده تحترق، لابد أن يده تحترق، لابد أن يزرعون الفتن، لابد أن يسوون المشاكل، لابد أن يزرعون الفرقة، لابد أن يسوون أزمات مالية واقتصادية واجتماعية وبلاوي زرقة. هذا ديدنهم، هذا ديدنهم على مر التاريخ. ما أقول لحسبي الله ونعم الوكيل، أتمنى أن الموضوع ما ينسكت عنه، أتمنى الرسالة تكون وصلت.